عاد عندكم المنادى ديال المغرب، عاد عندكم كلشي ديال المغرب، حتى كلشي قرب حدانا. هذا جايب لكم النمو ديال المغرب. عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ واش داد هي منعت كنتوعم حد ندير شداده وحده اذكر صافي الله يلا هاي ما تعتش حتى اللي كيكون نواضر خارجين حقك. برافو يا سيري تحافظي. اهلا الغزالات، كديرين بعداو؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وتكونوا بصحيحكم يا ربي. المهم الغزالات ما تديفش عليا وما تديش على ماشي خاطري تسهل الحاله، ما نقولش لكم يعني ما نقولش لكم موقع عندي لا خاطر لا والو. يلا مكافيه معشقه دابا مع صابرين، ما نقولش لكم حفاظه لي كومبيتي كتقرا في الدار شويه كتكون القضيه صعيبه صعيبه. والحمد لله بعدا ملي كاينه الوالده، المهم بعدها مهرسه عليا، المهم كان عاد قويه في الاول كنت ما نقولش لكم، دابا لا دابا عاد قويه الحمد لله. المهم الغزالات ديالي اش نقول لكم، راني شقيت وشقيت، المهم جففت وشقيت مع الدار كامله. غسلت هذوك كاين عندنا الشتا كتصبغ، مسحت هذوك البيبان تا هما برا من الغبره وداك الشيء. ندوز دابا ان شاء الله بغا نرد الغديوه، كاين المهم كاينه الوالده وكاين با، ندوز ندير لهم شي غديوه. المهم ندير لهم شي غديوه صحيه ان شاء الله. وهانتوما معايا الغزالات ديالي صافي. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا، اول حاجه دزت هنايا كنصوب في الغدا، هوت جد الدجاج. المهم هنا حيت حل حدانا الجزار تقرب حدانا كلشي الحمد لله. صافي هنا كيف ما كتشوفوا دست كنقطع، بغيت ندير غير قطبان. اصلا البنات هذيك المرقه با ما كياكلش نهائيا العطريه، حاول المهم العطريه ما كياكلهاش بزاف على حساب المهم مانعين عليه، كيقولوا لي احسن العطريه بعد منها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات المرقه راه ما بقيتش كنحملها نهائيا، خاصه هذيك البصله مشحره وصافي عاد باقا راكم عارفين مع الوحم شويه كان بعض المرات كدوي يا امي نديرها انا وهادي، ولكن الريحه راه كنشم الريحه في الدار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنعزل القطبان ديال اللي غندير الوالد، غنديرهم ليه غير عاديين، غندير عليهم غير شويه الكامون وشويه مليحه صافي غير عاديين. وهنايا راه غندير المهم ديروا لنا العطريه صافي، ونخليكم مع الفيديو. شمس العاشقة غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غربت يا شمس العشية أمهلة تغيب بالله رفقا هيا اجتمع بيا حتى تتني في القلب شوقا ترافق عليا إني في المليح قد زدت عشقا في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب ووجه الملح مثل التريا والساقي مؤدب يسقي بالاوان. الغزالات كيف ما كتشوفوا دزت هنا، المهم سهلات عليا اله البانيني، نفعاتني البنات شفتوا، كنعاد كندير فيها اي حاجه، كندير فيها بطبوط معمر، كندير فيها الصراحه غزاله وكتنفع. وخاصه هنا هذه البنات كنت خديتها اوفيرته من ليدل،
المهم ان شاء الله غندير لكم واحد الجوله في ليدل لان بانت ليا. المهم جايبين شي وحدينات غنشاركوا معكم بما ان بزاف البنات وهي زهره مني يجيبوهم ديري لنا ضروري واحد الجوله ان شاء الله ضروري. ما غندير لكم اليوم واحد الجوله. صافي هنا البنات سلقت الخضره درت خيزو قطعتو ودرت عليه غير المهم غير شويه زيت العود وشويه الربيع وشويه البزار. برا ما كنديرش ليه نهائيا البزار كان غير مليحه وصافي وعادي. ودرت هنا البنات شويه باستا البروكولي كيف ما كتشوفوا. عندكم المناظره ديال المغرب عندكم كلشي ديال المغرب حتى كلشي قرب حدانا. هذا شي بالك من هو ديال المغرب هذه ديال المغرب بومس مع الجزائر حل الجزائر حدايا جايبه من هنا. انا درت لكم جوله كاع الحاجات اللي كنتو قلتو لي بحق وريهم لينا. وبالنسبه للجديد اللي جايبين المهم جايبين هاد الصنيدلات اللي مكتوبه فيهم ليدل البنات صراحه كيهزوا فيهم الطاليان. جايبين هاد لي مالي ديال الرجاله وديال العيالات كيف ما كتشوفوا حتى هما مكتوبين حقا فيهم ليدل. ها انتما جايبينهم المهم في البياض وفي هاد اللون غوز بارد. وجايبين حتى هادوك السبرديلات جايبين الصنايدلات. المهم هادو ديال الوليدات بحال اللي عنده 12 عام 13 عام حتى 15 عام كيف ما كتشوفوا. وجايبين المهم الصنايدلات راهم زوينين بحق للدار. وهنا جايبين حتى لي بيجامه البنات هادو كملوهم لي بيجامه جايبين ديال الوليدات الصغار حتى هما لي 7 ورا. المهم حيت هاد الشيء البنات الصراحه انا كيعجبني الحوايج ديال ليدل والله الا البنات كتصدق لك الحاجه. انا شحال من مره كناخذ وخاصه كنلقى الحاجه في تخفيض كيهاولوا ليها الثمن كتبقى بحقها غير الحاجه وحده كيديروا ليها كيهاولوا في الثمن. هادو البنات هما كيهزوا فيهم هاد البانطوفات انا ما عجبونيش لانني هادو ما يليقوش بحق الشقه خاصك تكوني مجفه وما سينو ولا سردو حيت ثوب حتى التحت ديالهم ثوب ما قاصحينش يعني بزربي يسردو ما عجبونيش. ولكن الطاليان كيهزوا فيهم. هنا عجبوني اشنو عجبوني هاد المقبضات اللي بالسله ديالهم وعجبوني حتى المقابط. انا غنرجع نوريهم ليكم شفتو حتى الطاليانيه انا ما شفتهمش عاد رجعت كيهزوا فيهم هاد المقابط البنات الصراحه فيهم تبارك الله. وهذوك بحق الا بغيت الحبل الفلفل اللي كنشرو حتى هما جايبينهم فين كت المهم فين كتعلقي الحوايج هما جايبين اثمنه مناسبه. وهذا كنتو قلتوا لي البنات هو دايرين فيه تخفيض 200 اورو دايرين ليه 199 في الاورو هما جايبينهم جايبين المهم جايبين شحال من حاجه الصراحه جايبين معنات زوينين. جايبين هاد ديال الكابوتشينو كيف ما كنتو دايرين لي اوطوابرو جايبين هاد الكيسان جايبين هاد القرادات البنات جوج قرادات صغار كيف ما كتشوفوا دايرين ليهم 5 اورو انتوما دايرين ليهم 5 اورو. وجايبين هادو البنات هادو بحقه ديال الفراقات هادو كنت انا هادو غير سامبل بيض زوينين هادو الله تما جايبينهم كيف ما كتشوفوا فيهم ثلاثه دايرين ليهم الثمن 10 اورو 9.99 كيف ما كتشوفوا. بغيتو ديرهم تخليهم غير على جوج هما فيهم ثلاثه طبقات المهم راه دايرين ليهم اوفيرتا 10 اورو. وكاينين هاد الصوبيرات هادو بحقه ديال البسكوت ديال دايرين ليهم 7 اورو. المهم راه جايبين شحال من حاجه غزالات وهنا جايبين هادي البنات دايرين ليها 19 اورو فاصله 99. وجايبين هنا الالعاب ديال الوليدات المهم نخليكم مع الجوله. وهنا
كنا غنقول لكم بسلام عليكم وراد وريتكم حتى هذيك الجريل اللي عندي انا ممكن ماشي بحال البنات لقيت حاجه اخرى سياره وريتها لكم راهم جايبينهم ولكن ماشي بحال اللي عندي ما نقدرش نقول لكم كي دايره المهم هذيك اللي خريت انا مني يجيبوهم راه غنقولها لكم هذوك الصراحه فنين 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 البنات صراحة كيجيبوهم كيطيروا بيهم جيب لنا تقيشرات المهم هادشي اللي كان المهم انا كنصور لكم وكنصور لكم حتى الاثمنه بالنسبه للبنات اللي باغوا يشوفوا الاثمنه صافي غنحبس معكم هنا الفيديو ونقول لكم السلام عليكم ان شاء الله في يوسكم وما تنساوش دائما انني احبكم في الله وخليكم مع الجوله اخواتي.